الألف، الألف بكام؟ واحد. والباء كل أعراضه اتنين كاف ناقص الواحد، الجيم بكاف تربيع. طب أنا عاوز أربعه، عشان أربعه ما أتلخبطش هاخد الباء ده، الباء ده هكتبه مرة تانية بس هدخل دول جوه القوس، يبقى اتنين كاف ناقص اتنين. كده أنا جهزت الباء يبقى سهل للتربيع. الجيم نرجع نكملها تاني نكتبها تبقى كاف تربيع. عاوزين حد يقرا، يبقى 2 كاف ناقص 2 تربيع ناقص 4 في 1 في الكاف تربيع، كل ده اكبر من او يساوي مين؟ الصفر. تمام. ها مين فاكر بنربع الطول ده ازاي؟ نربع الاول والثاني والثالث. تمام. نربع الاول دي 4 تربيع، ده بينزل على العدد وبينزل على رمز، يبقى 4 كاف تربيع. هبعد بعيد، لما ينزل على العدد يشيل الاشاره يغيرها يخليها موجب، ونربع الاثنين باربعه. الشرط اللي في النص نحطها في النص، والاول في الثاني في اثنين، اثنين في اثنين في اثنين في ثمانيه كاف ناقص سالب في الموجب، في الموجب بسالب، اربعه في واحد باربعه كاف باربعه كاف. بس يا استاذ الدين دي كانت بكاف وستين، اكبر من او بيساوي الصفر. يا استاذ في واحدة هنا موجب وواحدة سالب مع بعض بعكس الإشارة بيروحوا مع بعض. يبقى أنا عندي دلوقتي مين اللي فاضل في المتباينة؟ سالب 8 كاف زائد 4. ها؟ لسه ما عملناش حاجة. أكبر من أو بيساوي الصفر. ده يروح بعكس الإشارة. يبقى سالب 8 كاف. يا باشمهندسة أكبر من أو يساوي كام؟ يبقى انا عاوز دلوقتي اشيل المعامل اللي قدام الرمز، اقسم على سالب 8. لما اكون بقسم على سالب نراجع على الحته المهمه، نغير اشاره التباين، يبقى عند الضربه والقسمه فعدد سالب نغير علامه التباين. يبقى على السالب 8، على السالب 8 دول يروحوا عشان تبقى الكاف، سالب على السالب موجب، و4 على 8 بيساوي 2. واحد على 2 يعني. تمام. الكاف اصغر من او بيساوي الاثنين، عشان نفهم ده ادي الاثنين، الواحد على الاثنين اشاره الدايره مغلقه، وهنمشي شمال لانه اصغر منه، يديني الحد السالب ما لا نهايه. خدنا الكلام ده واحنا في اعدادي واحنا بنكتب الفتره من الاخر للاول من الشمال لليمين، يبقى اذا ان جميع القيم هتبقى كاف بتنتمي للارقام من سالب ما لا نهايه فتره مفتوحه ونص. دي قيم كاف الحقيقية اللي تنتمي لها. أي حاجة في دول هتنتمي لدول هتخلي دول أعداد جذور حقيقية. أي قيم من سالب ما لا نهاية لحد الصفر هتجعل المعادلة دي ليها جذور حقيقية، هل يطلعوا متساويان؟ هل هيطلعوا مختلفان؟ هيطلعوا جذور حقيقية.